شيخة فلسنا والله الحفلة هذه كانت في بالي، شفت شوية تشنجات في البطولة التونسية، بما أني أنا معناتها الشركة متاعي هي شركة فعاليات الحمد لله ناجحة في دبي، ونظمت سهرات الحمد لله كلها ناجحة، صارت عيد الاستقلال آخرها كانت مع الفنان محمد جبالي في القارة العالمية، كانت حضور ما شاء الله آلاف. حاولت ننظم سهرة رمضانية نلم فيها التوانسة الكل زي جمعيته، كل واحد مريول الجمعية، سميتها سهرة لمة تونسية بمريول الجمعية، حبيت نلم التوانسة وسهرة حميمية، وإن شاء الله الجاي خير، وإن شاء الله شريكتي بالتعامل ما شاء الله مع سيلوت في البنزرتي صاحب مع المعازيم بإدارة سعد البكوش من أقوى المديرين التوانسة اللي عايشين في دبي واللي معادها من اقوى المديرين التوانسة، وان شاء الله اللي جاي خير، وان شاء الله شركتنا بالنجاح، وكل هذا اون فان كونت كله اسم لتونس سواء Oh,